السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024، الشعبة العلمية والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعرف التنسيق الرسمي بعد ارتفاع يعتبر الأرقام منذ أمس بعد ما أعلن وزير التعليم العالي عن النسب أو الحد الأدنى يعتبر لشعبة علم علوم وشعبة علم رياضة وشعبة والشعبة الأدبية. لاحظنا ارتفاع كبير في أعداد أو يعتبر في مجاميع الحد الأدنى لشعبة علم علوم، ولاحظنا أكتر بالنسبة لشعبة علم رياضة، ولاحظنا انخفاض بالنسبة للشعبة الأدبية 1.77%. خلاص كده؟ طيب أمال إيه اللي موجود قدامك ده؟ ده اللي موجود قدامك ده، ده التنسيق الرسمي اللي هيكون الرسمي عشان الوزارة بعد كده ما تطلعش تطلع حاجة غير كده. طب ليه قلت عليه تنسيق رسمي؟ تعال أقول لكم كل حاجة بالتفصيل وبالأرقام، لأن الحاجات دي كلها أنا جايبها يعتبر من واقع داتيك الثانوية العامة ومن قلب مكتب التنسيق. طب الكلام ده أنت بتقوله وأنت قلبك جامد زي ما بتقول عشان ما حدش يشكك في أرقامنا. خلي بالكم وزارة التعليم العالي قالت الطب البشري له 12000 مقعد، وطب الاسنان له 2200، وعلاج طبيعي له 2600، وصيدله لها من 6 ل 7000، وطب بطأ وصيدله لها 7000، وطب بيطري لها من 5 ل 6000، وهندسه يعتبر لها 15000. خلاص كده؟ انت ده التنسيق ده حسبناه ازاي؟ هقول لك كل حاجه بالتفصيل. تعالى كده معايا، لو انا مثلا رحت لموقع يعتبر موقع ذاكر، دي نتيجة الطالبة هدى عبد المجيد السيد. خلاص كده؟ عشان يبقى كل حاجة بالتفصيل. الموقع ده بيعرض انت ترتيبك كام على مستوى الجمهورية عشان نبقى فاهمين. ده الطالبة دي ترتيبها 12495، يعني هي كده معدية العدد بتاع طب، فخلاص قلنا دي جابة 92.19% او 20%، يبقى الطب مش هياخد بالنسبة القليلة دي، يبقى ده الحد الأدنى مش للطب. بقى هنا هي جايبه كام؟ 378. طيب هنزود نص كمان، بحيث لان انا جبت الطالبه اللي هي يعتبر لو جيت كده بصيتوا معايا، لو انا بصيت على الطالبه الثانيه هتلاقوا صفوه علاء فتح مسعود ابو السعد جابه مجموع 379 وجابه 92.44%، وهنا العدد مش مكمل 12000، 11240، وانتوا قلتوا الطب البشري بناخد له 12000 مقعد، خليكم فاكرين عشان ما يحصلش اي بعد كده عك في النتيجه، لان احنا عمال نسمع على حاجات، نسمع ان الطلبه اللي اترفعوا في الفيزياء هم اللي قفلوا باب الاوائل، ويعني حاجات يعني صراحه الله يساعد اي طالب بالثانويه العامه، والطالب للاسف اللي كان مقفل ما خدش الدرجات فيعتبر كده مش اول، ما قالت الدكتور محمد رزق ايه اللي حصل حصل. وخلينا بقى بالنسبه لتنسيق الكليات المرحله الاولى، وبالمناسبه ده كله هيسري على الثلاث مراحل عشان تبقى فاهمين. فالطالبه ديت جابه طب رسمي، ليه بقى؟ لان ترتيبها 11240، 11240 جابه كام؟ جابه 379 درجه بمعدل كام؟ بنسبه 92.44%. طب كده ما كملش ال 12000، فقلنا هناك الطالبه اللي هناك جابه كام؟ 300 كام؟ ها حد يفتكر؟ جايبه يعتبر 300 8 8 و78، فقلنا هنزود بقى بندوده عشان ننزل اللي يعتبر ال 490 او 499، قلنا هنزود نص درجه، فزودنا نص درجه اصبح المجموع 379.5. طلع معانا نسبة بقى كام؟ طلع معانا نسبة 92.31%، 31%، وده هيكون التنسيق الرسمي لكلية الطب. تعالوا بقى نشوف يعتبر عشان الطلبة اهو، ادي الحد الادنى لو نزلت تحت كده اقل جامعة بتاخد هي جامعة جنوب الوادي. عملنا الارقام وعملنا المعادلة، طلعنا الحد الادنى للطب البيطري للطب البشري في الوادي الجديد من 92.31%. خلاص كده معايا؟ خلاص، لان ده اقل جامعة بتاخد يعتبر كحد ادنى. تعالوا بقى نشوف التنسيق هيمشي ازاي. هيمشي طب صوهاج 95.48، ده بالنسبة لشعبة علم علوم. خلاص كده؟ شعبة علم الشعبة الأدبية، خلينا مثلا الشعبة الرياضية عشان هاجي لها كمان شوية. الشعبة الأدبية التنسيق بتاعها قل ما يقرب من 1.77%، من 1.77%. طيب أنا هنا
مشينا على التنسيق اللي هو الوزارة قطع عليها قبل كده، اللي هو خسرنا يعني ما فقوا النص بشوية. فده التنسيق الرسمي، خلي بالكم تنسيق الشعب الأدبية كمان هيقل عن كده، يعني ممكن ألسن كفر الشيخ تاخد من 89% بس مش 21، بس احنا قلنا خليها عشان لو خصمنا 1.77% هيبقى التنسيق هينزل كتير والمعدل التكراري هيختلف، فخلينا زي ما هو. نادي بقى شعبة علم رياضة، انا حاطط لك تنسيق، التنسيق ده ممكن يزيد عن كده، ممكن يزيد عن كده، لا لان جريدة اليوم السابع طالعة بتقول تنسيق الشعبة العلمية في زيادة 9 درجات. لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده خالص. عارف معنى 9 درجات يعناه؟ يعني اقل طب او الحد الادنى للطب هياخد من 93.45%. انت طالع عارف انت بتقول ايه؟ ممكن ده قوله لشعبة علم رياضة، لكن بالنسبة للشعبة العلمية شعبة علم علوم احنا مشينا حسب النتيجة ومشينا حسب موقع نذاكر اللي هو عمل احصائية وجهد مشكور وربنا يبارك في صاحب الموقع، والموقع ده اللي نشره الدكتور محمد رزق، والموقع ده شبه مقارب من موقع وزارة التربية والتعليم. خلاص كده بطلوا بقى ترخم على الطلبة وكفاية اللي حصل، وبعد الضغوطات نزلتوا نماذج الإجابة، ما كنت نزلتها من الأول وخلصنا. تعال بقى نروح للتنسيق، ده التنسيق الرسمي، بص لكليتك وهتلاقي قصادها النسبة. بالنسبة لشعبة علم علوم هو ده التنسيق الرسمي عشان تبدأ تنسق صح. خلاص كده. طيب لو خدوا بقى ال 500 طالب الزيادة دول يبقى تنسيق الطب البشري هيكون بأقل، هيكون كام بقى؟ هيكون 92.19%. يبقى كده الطب هيكون ما بين 92.19% وهيكون ما بين 92 وكام؟ و31%. ب 31% يعني الفرق كله 97. خلاص كده فرق ده من ده. طبعا انا بقول من 10 الطلبه بيزعلوا ان انا بقول 97 من 10، مش مكمله 1%، يعني هقول لك ايه؟ هقول لك 97%. خلاص كده، فعشان بس تبقى فاهم الكلام اللي انت بتقوله. خلاص كده. طيب بص بقى لكليتك وبص لتنسيقك، بص مثلا طب سوهاج هياخد من 95.48 وجايز ينزل، وجايز ينزل اللي هو ايه؟ اللي هو اللي يعتبر اخصم ال 92 31 من وعشرين، يعني 12 من 10. امال هقول لك 12 من 100 يعني؟ 12 من 100 يا عم عشان ما تزعلش. خلاص كده؟ خلاص كده 12 من 100. فانت يكون بالنسبه ديت يكون بالنسبه ديت، لكن ده هيكون التنسيق الرسمي لان الطب مش هتاخد اكتر من 12,000 طالب وطالبه. بالنسبه لشعبة علم الرياضه بص لكليتك وتنسيقك، وارد التنسيق يزيد عن كده لان هم مش واضحين، وانا حاولت اصل لاي طالب هو جاي مثلا ترتيبه على مستوى الجمهوريه 15,000 مش لاقي. لو حد فيكم جاب ال 15,000 يعرفني وانا اقول لك التنسيق الرسمي لشعبه علم الرياضه. يبقى بس عشان نروح للتنسيق عشان احنا كده عوقنا على الطلبه. ده تنسيق شعبه علم علوم مش هيقل 1% ولا هيزيد، وده تنسيق الشعبه الادبيه هيقل عن كده مش هيزيد. خلاص كده. تنسيق الشعبه الرياضيه وارد اللي يحصل فيه زياده طفيفه، فانت بص للكليه بتاعتك وبص لمجموعها. اسيبكم بس مع يعتبر مراجعه التنسيق بالكامل، ويا ريت ما تنساش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناه. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب ودائما موفقين. والان اترككم مع مراجعه التنسيق الرسمي او التنسيق الرسمي لتنسيق المرحله الاولى مؤقتا، وده برضو تنسيق المرحله الثانيه وتنسيق المرحله الثالثه. بالمناسبه برضو عشان الطلبة طب أسنان هتاخد من 91.95%، وده الوحيدة اللي صدقت فيه يعتبر جريدة اليوم السابع اللي هو قالت الطب أسنان هيبدأ من 91.95%. كلية علاج طبيعي اهو بني سويف هيكون الحد الأدنى 91.9%. ننزل تحت كده مدينة السادات هيكون الحد الأدنى لصيدلة من 90.48. ننزل تحت كده هيكون الحد الأدنى يعتبر بقى لحسابات معلومات لشعبة علم علوم، هتبقى الأرقام صحيحة. لشعبة علم رياضة جايز الأرقام تزيد شوية. خلاص كده. يعني مثلا هنا حسابات معلومات شعبة علم علوم هتبقى جامعة العريش هتاخد من 88.7. طب حسابات وذكاء اصطناعي مطروح ده خلاص كده هتاخد من 87.92. طب لو احنا بقى ادي طب بيطري الواد الجديد الحد الأدنى 86.95. خلاص كده. هندسة الطاقة بأسوان الحد الادنى كده هو مكتوب 85.97. لا ممكن تزيد عشان اكون صادق معاك، عشان انا يعتبر ما جانيش اي، ما عرفتش اصل للطالب اللي هو ال 15,000.
فعملت النسبه دي زيها زي شعبه علم علوم، انت زادت معاك عادي خلاص كده. طيب نرجع بقى كده نجيب مثلا اي حاجه تاني، انت بص لكليتك وبص للنسبه بتاعتك معايا كده، وذكاء صناعي المنوفيه شبين القام رياضه برضو هيكون لحد الادنى 82 68 وارد وقابل للزياده عشان نكون صراحه مع الطلاب. ننزل تحت كده حسابات معلومات الاقصى الرياضه 81 58 وارد وقابل للزياده. تمريض جامعه جنوب الوادي الحد الادنى التمريض 81 و58، ده كلام نهائي مفيش كلام بعد كده. وارد اللي ممكن يقل، وارد اللي ممكن يقل لو خدوا ال 500 طالب، لكن اعتقد ان هم مش هياخدوهم. معهد فن صحي بني سويف ده شعبه علم علوم 80 و36، ألسن جنوب الوادي فرع الغردقه 80 و12، عندنا بعد كده ألسن كفر الشيخ الرياضه هتكون 79 و75 ووارد العدد يزيد. كليه علوم الحد الادنى ليها هتكون 79 و26، كليه اعلام جنوب الوادي الحد الادنى هتكون 78 و9، كليه اعلام وتكنولوجيا اتصالات السويس هتكون الحد الادنى 78 و65. ننزل بس كده لحد ما اجيب لكم الحد الادنى بالكامل، واسيبكم بقى تتابعوا الفيديو لحد النهايه. الفيديو بس ممكن يكون طويل شويه، بس هتعمل ايه، انت مضطر تتفرج على النسب ديت. وعلى فكره النسب دي كل المواقع هتاخدها وهتعلن عنها قريب. ده برضو قلنا على اليمين لشعبه علم علوم، وعلى الجنب الشمال يعتبر الشعبه الادبيه. ألسن صوهاج الحد الادنى 73 و9، وارد يطلع في 74 عشان اكون صريح معاك. خلاص كده، لو طالب جايب 15 ترتيب على الدفعه 15 او ترتيب على المستوى الجمهوري 15000 هندسه، يعرفني وانا اقول لكم تنسيق شعبه علم الرياضه بالكامل وبادق تفاصيل. معهد فن التمريض تخصص عين شمس هيكون من 72 و8 بالشكل ده كده. اعلام جنوب الوادي رياضه 72 و19، خلي بالكم معهد فني صحي رياضه سوهاج 71 58 وارد العدد يزيد. خلاص كده، اثار 71 21 وعلوم بنات عين شمس رياضه 71 21 للرياضه العدد هيزيد من الواضح عشان يعتبر هم تنسوهم اكبر، اما اثار هيثبت على كده. ننزل تحت كده لحد ما نجيب باقي الحد الادنى للكليات يعتبر لشعبه علم علوم. ننزل كده كه تحت، وانت ابدا بص لكليتك او المعهد او مهما يكون، ويعتبر هتلاقي النسبه المئويه قصادها. زراعه اسيوط طبعا دي شعبه علم علوم 68 و4. ننزل تحت كده، ننزل كده، متهيألي باين مفيش حد ادنى تاني احنا عملناه في ايوه الكليات التانيه بقى زي تربه الحاجات دي، لكن كليه علوم او شعبه علم علوم مرحله اولى مش هيبص الحاجات كده. هنا تنسيق الشعبه الادبيه انتهى، نروح بقى نكمل كده مع تنسيق الشعبه العلميه. وننزل كده ده حقوق بورسعيد اهي، وادي اداب اسكندريه. ننزل كده ولحد ما نصل لاداب ونصل لبقيه يعتبر الكليات التانيه. ادي عندي هنا زراعه قناه السويس رياضه الحد الادنى مكتوب 62 و92 وقابل للزياده. خلي بالكم عشان نبقى الكل فاهم ويبقى الكل عارف. ننزل تحت كده، انت كل اللي عليك تبص على كليتك وبص على النسبه اللي هي قدامها عشان بس ايه تنسق صح. وانا على فكره من ساعه نشرت لكم طريقه تنسيق رغبات الكليات لطلبه الثانويه العامه، والطريقه ديت اللي هينسق غيرها يعتبر انا مش مسؤول عن اي حاجه، عشان اي طالب يجي مثلا يقول لي يا مستر انا ما اتفرجتش على الفيديو او مش عارف ايه او ما شفتش الفيديو. لا، الفيديو انا قلت لكل الطلبه يشيروه وكل الطلبه هيعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل طلبه الثانويه العامه. ادي التنسيق موجود قدامك اهو. وكمان اتكلمنا عن 7 اخطاء بالنسبه يعتبر للتنسيق، وانت بتنسق حاول تتلاشاهم، ما تديش رقم الجلوس بتاعك والرقم السري لاي طالب، عشان قلنا الطالب ده ممكن يكون غيور، ممكن يكون حقود عليك، ممكن يكون معاك في البات وغيران انت دخلت طب، فيدخل يبدل في بياناتك ومش هتعرف. وانت ليك 5 ايام او 6، ليك 5 ايام وجايز هيتمد كده كلام اضافي، يبقى 6 ايام تدخل تعدل فيهم رغباتك اللي انت عايزها، وبعد كده اشرح لكم طريقه التعديل يعتبر بالتفصيل. خلاص وصلنا للنهايه اهو، لان احنا كده بدانا نصل لل 52% وخلاص هننزل ل 51 وبعد كده هتكون ال 50%. بحاول بس اسرع الفيديو عشان الفيديو ما يكونش طويل على الطلبه. انت ما الا هتبص على معهدك او كليتك
خلاص ثواني، وبعد كده هتبص على النسبة بتاعتها. دي كل الحاجات دي كلها من 50%، خلاص يعتبر اقل من 10 ثواني، وان شاء الله باذن الله هيتم انتهاء الفيديو، ويعتبر كده خلاص يعتبر وصلنا لنهاية الفيديو زي ما انتم شايفين اهو. دمتم في امان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.